غرفكم الناس اللي تصابوا بالسكتة الدماغية؟ الجواب عند سعاد هاشمي فقرة الطب الموازي. ونتنشوف جابت شي حويجات اللي سولتها قلت لها اجبهم السكتة الدماغية، بل سألنا على معنى السكتة الدماغية. شنو بغيتي تقولي بها هنا في هذه الفقرة هذه بالذات؟ حنا نهضروا على الناس اللي كيتصابوا اكسيدون فاسكولير سيريبرال لافيسي، راك نعرفوا، وكيتشلل ليهم النصف ديالهم. الوغ لافيسي عنده بزاف الاسباب يعني مرضيه ما ندخلش فيها، كاين اللي كتجيه الجلطه، كاين اللي كتجيه ليموراجي، ولكن الاغلبيه الناس اللي كتجيهم الجلطه تتكون الحاله ديالهم سورتو الا كما تقول كيتثقوا في ديك خمسه السوايع الاولى كيكون عندنا شلل، ولكن هذا الشلل كيقدر فيه بزاف ديال الدرجات. الو حنا نهضروا كيفاش نرافقوا هاد الناس هادو اللي كيخرجوا كاينه درجه من هاد الشلل اللي غادي نتكلموا عليه. عنده شلل نصفي، يعني اغلبيه الناس اللي كتجيهم لافيسي كيجي عندهم شلل نصفي، الا كانت في الجهه اليمنيه كيولي عندهم شلل في الجهه اليسريه، الا كانت في الجهه اليسرى كيكون عندهم شلل في الجهه اليمنيه. الو هاد الناس كيقدروا يخرجوا من الاول عندهم فريمون شلل يعني لواحد الدرجه كبيره، ما تيحرك يديه، ما تيتحكم لا في يديه لا في رجليه، يقدر حتى نص الفم ديالو، يعني نصف الجسم ديالو كامل ما كيبقاش يتحكم فيه. بيان سور كيما قلت لك هذا الشلل كاين اللي كيقدر كيحرك شي شويه يديه، مثلا رجليه، ما كيكونش عنده الفم واج، درجات. ولكن هاد الناس كلهم خصهم واحد المرافقه معينه بيان سور. الوغ ملي كيخرجوا بيان سور من لوسبيتاليزاسيون وكيمشيو للمنزل، اول حاجه تيسالوها الناس هي بعدا كيفاش اون دو انستالي هاد الماد، هاد الماد كيفاش خصنا انستاليه في السرير ديالو، في الناموسيه ديالو، في الغرفه ديالو. يعني ما تيكون عندنا علم بحتى شي حاجه قبل من الحادثه. اكزاكتو، هادشي مهم بزاف، لان عرفتي علاش هاد العلاقات هادي ديال الانستالاسيون كيفاش غنحطو كيفاش غنجلسو مهمه بزاف، انك تحفز الخلايا الدماغيه ديالو للحركه. هادشي اللي غادي نهضروا عليه من بعد، لانه يقدر يسترجع الحركه. بيان سور كيسترجع، وهذا هو المغزى. اكيد ضروري كيكون واحد المعالجه من اخصائي ديال التربه الطبيه اللي كتبدا معاه من الاول وكتستمر واش عام واش عامين على حسب الحاله ديالو. كاين ان شاء الله في 6 شهور 8 شهور كتبدا عنده لا مارش، باش قلت لك على حسب النتائج اللي وقعت من بعد داك لاكسيدون فاسكولير، من بعد ديك السكته الدماغيه. الوغ الانستالاسيون ديال المريض في البيت، فاش كيكون عندنا مريض اللي مشلول كيفاش كنحطوه في الفراش ديالو؟ اول حاجه الا كنا غنقسو على ظهره ديما كنشدو مخده كبيره وكنحطوها تحت ديك اليد المشلوله، هذا مهم بزاف باش الدوره الدمويه نحفزوها انها تخدم، لان اليد مشلله فضروري حنا ما خصنا نديرو شي حوايج ميكانيك باش نخدمو ديك الدوره الدمويه. هذه مهمه بزاف باش ما يوليش عندنا انتفاخ. الرجل هي كذلك، الرجل لا، الرجل كنديروها مسرحه وكنحاولوا. هادشي علاش جبت هذه اللي سولتيني عليها قبيله، لان بزاف الناس اللي كيكون عندهم داك الشلل النصفي ديك الرجل اللي فيها المشكل كترخى وكتبقى طيح. هادو سي دي غولوفور دو بي، فاش كيبدا الانسان يتمشى او يوقف كنلبسوا ليه هذه باش تبقى رجليه في الزاويه ديال 90 درجه. نفس الشيء فاش يكون ناقص على ظهره رجليه مسرحه كنوقفوا ليه رجليه بحال هكا، يعني هذا هو لا بلون دي بي، هذا هو تحت الرجل. وكندير شي مخده صغيره هنا مثلا بينو بين الحرف ديال الناموسيه باش الرجل تبقى واقفه، تبقى 90 درجه ما تطيحش. هذه ديال الناس اللي ما عندهمش بحال هذه؟ لا، هذه كنديروها ملي كيكون كيبدا يمشي كيوقف بغا يجلس، يعني ماشي ناقص، ناقص باش ما تبدلاش ليه. فوالا، حيت هذاك الشيء اللي بقى كيتكرر يومين اننا ما كنتابوش ان هذيك المفاصل وديك العضلات المرخيه ما كتساعدناش انه من بعد يرجع الحركه ديالو ويرجع المفاصل ديالو. جاوبتنا على كاع الاسئله يا فهمونا. تفضلي كملي كملي. دونك هذه اول حاجه، الا كان ناقص على هضروا هذه الاسئله، حيت عرفتي علاش اول اسئله كنتلقاوها من العائله ديال المريض، فهذا الشيء مهم بزاف. الا كنا غنقصوا على الظهر على جنبه باردون الجنب المشلول، فتنزيدوا هذاك الكتف اللي مريض شي شويه لقدام باش ما يحطش عليه لو بو دو كور كامل، وديما مخده تحت اليد المشلوله بخده صغيره بين الركابي ديالو، ونخليه في هذه البوزيسيون هذه. الا كان على الجنب اللي ماشي مشلول نفس الشيء، كنزيدوا فقط مخده على ظهره باش يشد التوازن، لان هذيك الجهه اللي مشلوله ما كتكون شاده التوازن مزيان. هذا الشيء اساسي بزاف باش كنحفزوا ليه كما قلت الخلايا الدماغيه ديالو للحركه. فاش كيكون جالس هذه وضعيه مهمه بزاف. الوغ نحاولوا نجلسوا المريض، كاين الناس اللي كيخليو المريض غير ناقص، الوغ كونو كدوز واحد الفتره الاولى اللي كتكون شي شويه صعيبه اللي فيها غير اكسبتاسيون، ان المريض تقبل الحاله ديالو، ما تيبغيش كاع ينوض من فراشو، ما تيبغيش كاع يتعامل مع الالم الخارجي. فاش تدوز وهنا كيكون ضروري ما يكون مرافقه نفسيه، ديما تنقولها وكناكد عليها خصوصا من هذه الحالات. هذه مرافقه نفسيه كتعاوننا حتى حنا بزاف باش تكون عندنا نتائج في العلاج ديالنا. الوغ نجلسوا المريض اكثر ما يمكن، نجلسوا بيان سور في كرسي شويه الي ولا كان الفراش ديالو الي، نحطوا ليه رجليه مقاده في الارض نفس الشيء باش ما تبقاش عوجه، ونديروا ليه مخده كبيره تحت اليد المشلوله باش تشد ليه التوازن. الوغ في الحركه ديال الجلاس هنا
هاد الوضعيه مهمه بزاف ديال الجوز، لان المريض كتخلي انه نحاولوا نهضروا معاه انه يشوف يخدم عينيه يخدم لو سيستم فوالا لو سيستم سنسيتيف ديالو، وفاش كيخدم لو سيستم سنسيتيف هادشي كيطلب واحد التركيز من الدماغ. هذاك التركيز ديال الدماغ في حد ذاته تحفز الخلايا الحركيه. دونك كاين فريمون واحد لو سيركل مهم بين السيستم الحسي والادراكي والحركي، فهذاك التحفيزات كلها بهذه المسائل اللي هي بسيطه مهمه بزاف عند المريض اللي عنده لافيسي. داكوغ، لان لافيسي الشلل تيجي من لو سونترال، ماشي عرق تقطع تبتر وغادي من لو سونترال، لان الا ما كانش هو تيخدم معانا ما تترجعلوش الحركه، هو خصو يحفز الدماغ ديالو. هذه ديما مهمه بزاف. الوغ هذه بالنسبه للانستالاسيون ديال المريض، الا بغينا ندورو المريض، مريض متكي على جنبو بغينا ندوروه، الوغ غادي نجيو بيان سور للجهه فين غادي ندوروه، نوقفو فيها، تنديرو يد مور الكتف ديالو في الاعلى ديال الظهر، ويد مور الرجل ديالو اسفل الظهر الرجل ديالو، ونحاولو ندوروه عندنا. حنا نردو لبا ديما البوزيسيون ديال الودو ديالنا الا كنا فوق الفرش، بحال دابا نقولوا لركبينا ونحاولوا ان ندفعوه وندوروه. هنا كاين واحد الحاجه مهمه سميره، هي اليد اللي كتكون فيها الشلل، الكتف خصوصا. الوغ هاد الناس داك الكتف اللي تيكون مشلول ديما هاد الحالات هادو تيكون عندهم الاعصاب ديال داك الكتف كتكون مرخيه، فنردوا البال اننا ما نجروهش من يد هاد اليد. هاد الحالات نشوفوها بزاف بزاف، نديروا لي لوكساسيون، نقدروا ماشي غير لوكساسيون، ماشي غير لوكساسيون، هذيك الاعصاب كتكون مرخيه فكيمكن نجرحوها كيمكن نقطعوها، وهذا الشيء يقدر يعطينا عذاب. هو ما غيحسش بها، ما يحسش بها ولا لا. وهذا الشيء يقدر يعطينا ها مستديمه من بعد، فهذه نقطه اساس لانه وقعت لبزاف ديال الناس. الوغ الناس اللي كيرافقوا الناس اللي عندهم لافيسي يحاولوا انهم ما يجروهمش من ذاك الكتف اللي تيكون مشلول. هذه مهمه. الحاجه النقطه الاساسيه اخرى سامي اللي بغيت نهضر عليها هي هذا المريض كيفاش يمكن له يعاون راسه بالتمارين العلاجيه في البيت. الوغ فاش غيبدا يتحرك ويجلس وشويه يخدم يديه، غير ذاك لو فات انه هو يحاول ياكل، انه يحاول يقاد شي فوطه حداه ولا يطوي شي زر حداه، دوك لي بيتي تاش ميناجيغ اللي الحياه اليوميه داخله فيهم العادات الصغيره جدا في حد ذاتها راها تمارين علاجيه، في حد ذاتها كتحفز دوك الخلايا الدماغيه لانها ترجع الحركه. غير مثلا بالنسبه للايدي، مثلا ملي نبغي ندير شي حركه ما نقلبش انني ندير حركه اللي هي فيها القوه، حركه بسيطه وبطيئه، بحال دابا نشد شي كره ديال التنس ونحطها فوق الطبله ونمشيها بيديا، اولا نلوحها من يد ليد. وحاجه اخرى اساسيه هي التكرار، هاد الناس كيبغوا التكرار العادات اشاك ونكرر ديك الحركه، لان هذيك الوظيفه اللي نفقدها كنردوها بنفسها اننا نقوم بها ونكررها ونكررها. والتكرار في حد ذاته كما قلت كيحفز لنا داك التطور الطبيعي للدماغ اللي حنا كنقلبوا عليه باش هذا الانسان هذا يولي برا ويولي يمشي وتولي عنده استقلاليه حركيه من بعد. واضح. بالنسبه لليدين ديما نديروا حركات اوفيرت. بالنسبه للرجلين ملي غيبدا يوقف يتمشى خصو يحاول يتمشى، ونصعبوا عليه داك المشي بالسرعه بالمسافه. المهم اننا هذيك الامور نقوموا بها بواحد الطريقه يوميه 20 مليون 30 مليون مره في النهار كل ما قدرنا. حاجه اخرى مهمه سميره نزيدها، هاد الناس كيحس هادو التساؤلات اللي كيجيوني انا بزاف من الحالات، كاين بزاف الناس كتجيهم واحد لا فاتيكابيليتي، ماشي سي با اون فاتيك نورمال ديال شي واحد اللي يخدم واحد الحركه ويا باش كنفرقوها، هي اننا كنشوفوا ان ديك العضله اللي كنخدموا بها ديك الساعه بحال كتبدا ترعد، كتعيا وكتبدا ترعد، سي با اون فاتيك نورمال، حنا كنسميوها لا فاتيكابيليتي، كتكون مرافقه لها واحد الاعراض عصبيه، اضطرابات عصبيه، هي بحال قلت لك تتمشى شويه رجليك كتخون كتبدا ترعد. الوغ فاش نشوفوا هاد الاعراض ماشي، حيت حنا بعض المرات كنقولوا في التمارين العلاجيه واخا تحس بالعياء بالعكس تما العضله كتكون في الاوج ديال العطاء ديالها خصك تخدمها، لا فاش كنشوفوا هاد الاعراض ديال هاد الاضطرابات خصنا نحبسوا الحركه لانها اعراض عصبيه ما خصناش نزيدوا نكثروا. شكرا. الناس اللي عندهم ما بغاش تنشكر النقط الاساسيه حنا كنقريو العائله ديال المريض باش عندنا عائله المريض مهم راه هو اللي يقرا هاد الشيء. الحالات اكيد هذه حاجه اخرى مهمه سميرة، كاين بزاف الناس اللي عندهم لافيسي وهذيك اليد كنسميوها حنا لا سباستيسيتي، كنلاحظوا بان هذيك اليد اكزاكتومون كدير دي سباسم وكتبقى متشنجه ومزيره. الوغ ضروري ما كنديروا دي زيتيرمون الاخصائي تيوريهم لنا، كاين سي دي زيتيرمون تيديروهم الاخصائي، وكاين دي زيتيرمون الاخصائي تيوريهم للعائله، خصنا نديروهم لان هذيك التشنجات من بعد كتعطينا دي ريتراكسيون، العضله كتزير المفصل كيتزير، فهادشي ما تيعاونوش على العلاج. ولبسوا مثلا هذه الا كان هذه باش كتخلي لنا اليد شويه اتيغي والعضله تيبقاو مجبدين شي شويه وما كيتشنجوش. الله يعطيك الصحه، شكرا لك سعاد هاشمي على كل هذه المعلومات هذه.